لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الأذان للأعمى. عن عائشة أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. إذن كيف يعرف الوقت؟ يعرف الوقت بأن يخبر، يقال له أصبحت أصبحت، فهذا جائز بلا كراهة طالما يوجد له من يخبره من الثقات. في رواية البخاري لهذا الحديث: باب الخروج من المسجد بعد الأذان. عن أبي الشعثاء قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز خروجه. حديث رواه مسلم. وهذا إذا لم يكن هناك عذر، مثل أنه يريد أن يرجع يقضي حاجته ثم يرجع ويدرك الجماعة، أو يدرك جماعة في مكان آخر إذا كان إماما بمسجد آخر، أو كان يدرك مصلحة له طالما أنه يدرك الجماعة. الحديث دليل على وجوب الجماعة وأن من لم يدركها عاصم. قال: باب في المؤذن ينتظر الإمام. في رواية عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. صححه الألباني. ده موقوف له حكم الرفع اللي هو بتاع اللي موجود في أبي داود، والتاني ده مرفوع تصريحا اللي هو بتاع الطبراني. انت متأكد يا شيخ؟ بتاع الطبراني تمام، صححه الشيخ الألباني. عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن ثم يمهل ينتظر، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. خرج من حجرته دخل المسجد مباشرة بمجرد أن يرى الإمام قد دخل، ومن عادته أنه يدخل على الصلاة مباشرة، وليس أنه في أوقاتنا هذه قد يدخل الإمام مبكرا ليصلي النافلة مثلا في المسجد، أو يدخل قبل الجمعة مثلا فينتظر. لكن إذا كان عادته أنه يخرج على الصلاة فأول ما يراه يقيم الصلاة. الحديث رواه مسلم. باب في التثويب. عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر والعصر فقال: اخرج بنا فإن هذه بدعة. لأن التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم هو في صلاة الفجر فقط، مع أن الظهر أو العصر قد ينام الناس نوم القيلولة، لكن لا قياس في ذلك، ولذا كانت بدعة وكره ذلك وأراد أن يخرج من هذا المسجد إلى مسجد آخر ليست فيه هذه البدعة. هذا هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن البعض يقول كره التثويب، التثويب هو الذي يكون في الظهر أو العصر. قال الترمذي في جميع: قد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق: في التثويب غير هذا، هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. قال إسحاق: هذا هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، إن يقولوا قبل الإقامة. الصواب أن التثويب مشروع في صلاة الفجر. قال ابن الأثير: أصل التثويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه، عشان كده يسموه تثويب، ليرى ويشتهر،
فسمي الدعاء تثويبا لذلك، وكل داع مثوب. قيل إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة، وأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها، فإذا قال بعدها الصلاة خير منهم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة. أخرج بنا، لأن ابن عمر كان أعمى في ذلك الوقت. باب في الصلاة تقام ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا. عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. رواه البخاري ومسلم. ليس عند قوله قد قامت الصلاة، بل حين يرون الإمام. في رواية أخرى: حتى تروني قد خرجت. طب هو كانش بيقيم إلا لما يشوفه، بس إذا كان البعض لسه ما شافوش يبقى ينتظر حتى إيه؟ يرونه، حتى يروه. عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام على لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا رواه مسلم. يعني قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، إن هم بيقوموا أول ما يشوفوه يقوموا ويبدأوا يصفهم، ولسه الرسول ما وصلش لإيه؟ لمكان الإمامة. عن حميد قال: سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. أخرجه البخاري. الذي كان يريد أن يسأله عن أمور دينه فترك ذلك ورجع فدخل في الصلاة ولا يحتاج إلى إعادة. عن عون بن كهمس عن أبيه كهمس قال: قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج، فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة. قال: هذا السمود وأنتم سامدون. إنه واقفين والإمام لسه ما جاش. فقال لي الشيخ: حدثني عبد الرحمن ابن عوسجة عن البراء بن عازب قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر. قال: وقال إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. إسناده ضعيف. يعني وإن كان ما ذكره أنه يمشي ليسد خلل الصف داخل في عموم التسوية وسد الخلل. عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. رواه مسلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.